رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، نعود نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح، كل من اختار قناتنا سي بي سي بنا وقناة الشروق العامة. شيش ديال الخير هي جمعية رسمية تنشط في مجال فعل الخير، خرجوا من العالم الافتراضي إلى عالم الواقع بكل ما فيه من جماليات من خلال ترسيمهم للمجموعة الخيرية شيش ديال الخير، واللي صارت بتسمية جمعية شيش ديال الخير. أنا أقول لكم شيش، بقوا معنا وتابعوا برنامجنا لآخر محطة من محطاته وفقراته المتميزة. وينضم إلينا كل من جغلول عدنان رئيس جمعية شيش ديال الخير، مرحبا بك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كاع المشاهدين تاعنا. شكرا. نرحبوا ايضا بايت حمو امقران عضو بجمعيه شيش ديال الخير، مرحبا بك. خير ونهاركم مبروك، وصباح الخير المشاهدين الكرام. شيش ديال الخير كانه تحدي وضعته من خلاله كل الاشخاص باش يديروا الخير. بدايه خلينا نتعرفوا على التسميه هذه، منين جات؟ هو التسميه تاع كما نقولوا حنا تاع الجزائر العاصمه ليزالجيروا، خرجت من هذيك تاع كلمه التحدي، تاع نقوموا بتحدي ونكونوا في فعل الخير. وقتاش نشأت الجمعية؟ بدايتها كانت كمجموعة صح؟ كانت كمجموعة في ثانوية، كنا طلبة تلاميذ في الثانوية بندرسوا، عندنا كانت عندنا شهادة بكالوريا سنة 2014. تفاهمنا نكونوا نديروا هذاك الوقت اللي نديروه منه ولا من نديروه في عمل تطوعي خيري، ونمدوا صوره حسنه على الشاب الجزائري، هذاك اللي كانوا يقولوا عليه الشاب ماشي ما يديش ماشي مليح في المجتمع، قلنا نمدوا صوره احسن عليه. اي تحمو امقران، يعني انتم بديتوا ما شاء الله عليكم وكنتوا طلبه بثانويه صح؟ نعم. يعني طالب الثانويه كان معظم انشغالاته بدراسته بشهاده البكالوريا، لكن الحس الاجتماعي الكل يقول انه ينضج الانسان لما يلتحق بالجامعه. انتم بالنسبه لكم كنتوا في طور الثانوي، بالرغم من ذلك كونتوا مجموعه خيريه وبديتوا تقوموا بعمل الخير. نعم. كيفاش كانت مصداقيتكم وكيفاش كانوا يديروا فيكم الثقه الناس اللي تقدموا لهم الخير والاعانه؟ حنا شغل كنا دايرين تحدي كبير، كنا بين فتره دراسيه وفتره شغل عمل تاع التطوعي، تفهمنا حنا بيناتنا قلنا علاش ما نديروش شغل في وقت الفراغ هذاك، نديروا جمعيه باش هكذا نعاونوا شويه الناس اللي ما عندهمش منا. وكاين دي جون كي شافوا حنا درنا الجمعيه هذو بداوا يعاونونا، كانوا يعاونونا شغل بدراهم، ومن بعد درنا الحمد لله قدرنا ربي ودرنا باج فيسبوك اللي الناس كاع يعرفونا وداروا فيكم ثقه. داروا فينا ثقه والحمد لله، هما يزيدوا فرصتهم فينا باش نزيدوا نديروا اعمال اكثر. للاسف في كثير من 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 الناس عندهم في عقليتهم وفي ذهنيتهم انه اطفالنا وشبابنا اللي يكونوا بالثانويات والمتوسطات يقول لك هذا الجيل طايش، هذا الجيل ماهوش تاع مسؤوليه، هذا الجيل صح، لكن انتم برهنتوا العكس. احنا حبينا نبرهنوا العكس، من الجمعيه كانت الهدف تاعها هذا هو الهدف، قبل ما يكون هدف تطوعي خيري كان الهدف منه نبدلوا صوره الشاب الجزائري اللي ماشي مليح، هذا هو علاش تفهمنا على جال هذا لو بيت، كان هذا هو. ومن بعد بدات تطور المجموعه ووليتوا جمعيه. ومن بعد بدات المسؤوليه تكبر، باسكو ماشي سهله دير الناس دير فيك ثقه انه وين تمد لك مبالغ ماليه، راهي دايره فيك ثقه تاع انسان يجيك يعطيك مبلغ مالي تاع 40 مليون ولا تاع 50 مليون يقول لك هاك اخدم لي به مشروع خيري، ديجا حنا تعطينا نفس لينا باش نكونوا هذاك المثال تاع اللي نوصل الامانه. مبلغ 40 مليون ماهوش مبلغ قليل، قليل يعني نعمل. تمدوا للتلميذ ولا طالب بثانويه وين تكون عنده انشغالات كلها تاع دنيا، يقول لك ديات الدنيا، طفل صغير يخمم يلبس مليح، يخمم يحب يحوس، يخمم ياكل، يخمم يشري فيلو شباب ولا سكوتر يمشي به. انتم كيفاش قدرتوا يعني تفصلوا كل هذا الملاذ الدنيا اللي يبحث عليها كل شاب وبين انكم تعملوا الخير؟ كانت عندنا روح المسؤوليه، كنا نقدروا العمل التطوعي وشفنا ناس يعانيوا، حنا كتلميذ ولا كنا الحمد لله بين قوسين كانت امور موفره لنا، نقدرنا نوفقوا في هذا العمل التطوعي الحمد لله. روح المسؤوليه كانت في المجموعه كبيره بزاف عن باش تشوف ملاد هاد الامور الصغيره، باسكو كانت حنا تبان هاد الامور صغيره توفرت لنا بالك كنا صغار ولا دونك، قلنا اذا وضعت فينا الناس ثقه يجب لازم نكملوا هذيك الامانه نوصلوها لاهلها، حنا كان هذا هو الهدف، اننا اذا دارت فينا الناس ثقه يعني لازم نكونوا على قد الثقه هذيك. ربما اول شخص اللي يسير تفكير الشباب والتلاميذ والطلبه تاع الثانويه هما الاولياء صح؟ امقران، كيفاش كان تعامل الاهل تاعكم مع مثل هذه الفعاليات اللي درتوها وانضمامكم
لمجموعه خيريه وانتم تدرسوا بالثانويه. حنا الاهل تاعنا شغل ماذا بهم حنا نديروا حفصه مليحه في الدنيا هذه باش نلقاوها حنا تان في الاخره. وهما تنشجعونا باش درنا هذه الاعمال الخيريه وصح دزنا بيريودات شغل شويه صعب منا يا شويه قرايه ومنا بصح الحمد لله هما تنوقفوا معنا وقالوا لنا لازم تكملوا في هذا باش نديروا مشروع في حياتنا باش نفرحوا به ونفرحوا به الاولياء. وما بعد الثانويه يلا خلونا نتحدثوا الان لا لا. على ما بعد الثانويه لما نضج الشباب وتلاميذ وطلبه تاع الثانويه ولو شباب ما شاء الله عليهم. برك نعطيك مثال على اللي قلت الاولياء الاولياء تاعنا كانوا ساند لينا ساند كبير. مؤخرا احنا التيميمون كان باش نديروا باش نروحوا لتيميمون باش نعاودوا نولوا من تيميمون لان تعبنا بزاف تيميمون قلنا نعاودوا نولوا في الطياره. دونك المبلغ تاع المالي وفرته لنا والدينا وفروا لنا المبالغ الماليه باش يشجعونا نعاودوا نولوا باسكو تعبنا رحنا في الكار وعاودنا ولينا. ما بعد الثانويه تحصلنا على شهاده البكالوريا كنا في واحد 7 أعضاء تحصلنا على شهاده البكالوريا طلعنا للجامعه هناك لقينا وقت. من 7 أعضاء تحصلتوا على شهاده البكالوريا؟ كاين اكثر كاع باسكو كاين الجمعيات يطلعوا ويهبطوا لي مونب تاعو صديقهم. دونك تحصلنا على شهاده البكالوريا المسؤوليه هنا كبرت وان اصبح لنا وقت. وقت اصبح لنا وقت فارغ كبير الجامعه واللي صح كي جبتوا الباك الاهل تاعكم ولاو يوثقوا في العمل تاعكم خلاص نضجنا اكثر كنا اصبحنا ما من الناس ولات تعرفنا مليح ودارت فينا ثقه يقول لك طالب جامعي اسمه انسان واعي عنده الروح المسؤوليه دونك كانت النضج كبير في الجامعه. ومن بعد خممتوا باش تولي جمعيه جامعيه يعني حكتونا على هذه النقله من مجموعه الى جمعيه. تلقينا صعوبات اننا مجموعه خيريه باسكو كي كنا مجموعه خيريه كنا نتلقوا بزاف خارج الولايه باش تنقل خارج الولايه لازم لك ورقه من عند اعتماد من عند صح. جمعيه اخرى قررنا ان نديروا جمعيه عامه نتلاقاو كاع الاعضاء باسكو احنا اكبر الناس سنا 24 سنه الله يبارك ما شاء الله واصغر الناس سنا 18 سنه باسكو هذا هو هذا العمر اللي في الجمعيه تاعنا يعني اللي يجيكم واحد كبير ما تقبلوه لا لا نقبلوه بيان سير لا لا مرحبا به لا لا احنا برك كي عائله تفهمنا نكونوا 24 سنه 18 ماشي تفهمنا بينا انا ديسيدينا نو يقدروا يكونوا معنا اعضاء كبار بما فيهم الاب تاعي تنقل معايا في الخراجات اللي نروحوا خارج الولايه. دونك النضج كان في الجامعه ان عرفنا المسؤوليه النقله كانت من شكون هو رئيس الخزينه وشكون هو رئيس الخزينه ويقرا طالب ثاني طالب بن عمه رئيس خزينه طالب لكن واش نوع التخصص اللي داروا؟ سيونس بوليتيك سيونس بوليتيك هي طالبه على كل حال طالبه جامعيه سيونس بوليتيك دونك هي باش نتحدث على النقطه تاع الخزينه ما عندناش خزينه هي مالنا الخاص ما عندنا حتى مال دخل ما بداوش يمدوا لكم اعانات عام قران لا لا ما شغل كما نقول لك حنا كما كنت قلت من قبيله ومشيت التسهيلات اللي تحصلتوا عليها كي كونتوا جمعيه رسميه بقانون اساسي واهداف وغيره هي مليحه مليحه كي داون هذا القانون باسكو اشاك فوا نلقاو صعوبات كي نتلقلو زعما كاش بلاصه لازم يديموندونا وين الورقه هذيك وين هذا ما كان هذا هو المشكل نتاعكم الوحيد هذا هو التنقل ومن داك نديرو لي زاز دياب راك تشوف الحال كيفاش تكون جمعيه هكذا بعدك يجيك بوليسي يقول لك واش راك دير منا ما تقدرش تريبوندي لازم حتى يقول لك تعطي له ورقه وتشوف تما هذه الصعوبات اللي تنقلناها. والمقر عندكم مقر؟ مقر دوك الحمد لله بفضل ربي تعالى عندنا مقر دوكا وانا بلاغريم الحمد لله وانا دوكا نديروا اعمال تاعنا شغل اعمال مليحه قانونيه بصفه قانونيه بصيغه قانونيه. وين المقر تاع المقر تاعنا جاي في محمد بلوزداد 11 ديسمبر. اوكي واش هي اهم المحطات عدنان اللي مرت بها جمعيه شيش ديال الخير واللي حاسين انه صح جسدتوا الاهداف الحقيقيه للجمعيه؟ كانت هي الاهداف تاع الجمعيه كانت المعوزين التقرب من المعوزين ومساعدتهم. احنا نعملوا بزاف على خارج العاصمه لان في العاصمه كانت توجد عده جمعيات خيريه. دونك اخترنا انه نكونوا خارج ولايه الجزائر ما يلغيش هذا ما يلغيش انه نحبسوا ما نعملوش في الجزائر العاصمه. الحمد لله جسدت هاد الاعمال جسدت على الارض الواقع كنا خططنا نديروا امور والحمد لله بالتوفيق من عند ربي سبحانه بالمسؤوليه وروح المسؤوليه تاع الاعضاء والمحسنين اللي داروا فينا ثقه رانا نجسدوا في اعمال ومشاريع خيريه عندنا عده مشاريع خيريه اللي راح تكون اولها في الوطن العربي ولا في على مستوى الوطن العربي ولا الجزائر على مستوى الوطن العربي نعم راح يكون عندنا نوع المشروع مشاريع خيريه يكون
نبنيو في المناطق المنعزله، نبنيو حوانت الدكاكين باسكو الناس تتنقل لواحد الكيلومترات مشيا باش يشريو يقتانيو. حنا نمولوا هذوك الدكاكين من 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 المجمعات، بمعنى مجمع وين واش من دوله عربيه؟ لا لا ماشي يكون كنت اول اول مبادره في الدول العربيه، راح تكون مبادره في افريقيا. راح نرسلوا مصاحف، كانت اتصلت بنا جمعيه خيريه من الصومال، دوله الصومال اتصلوا بنا احتاجوا مصاحف باش يعلموا الناس القران، راح تكون ان شاء الله نرسلوا لهم مصاحف 200 مصحف ان شاء الله في بحر هذا الاسبوع ان شاء الله نرسل لهم. كيفاش تعرفوا عليكم ما شاء الله؟ يعني السمعه تاعكم وصلت حتى للصومال. نعم عندنا الصومال، ولقينا لقيناها مشكل انه ما لقيناش كيفاش نبعثوهم لهم. حتى زادوا اتصلوا بيا قالوا لي لازم تبعثهم لكينيا، دوله كينيا، باش دوله كينيا توصلهم لدوله الصومال. دونك انا هذا تحدي مليح احنا ماذا بينا. كيفاش عرفوني؟ هما رسلونا في فيسبوك. اول فيسبوك باش دوك نعاود نقول لك عليه، باسكو فيسبوك لعب دور كبير في في نجاح الاعمال في كاع، ماشي غير الجمعيات. يسهل يعني يسهل. نعم يسهل العمليه التواصل بينكم وبين الجمعيه. اي تحموا مقران نختموا بالمشاريع المستقبليه، واش هو اقرب موعد رايحين ديروه كعمل خيري؟ اقرب موعد عمل خيري، اقرب نشاط، اقرب نشاط اقول، اقرب نشاطات عندنا ان شاء الله باذن الله هاد السمانه يعني اللي جايه عندنا واحد النشاط. حن كان واحد الحي حننظفوه وتزيين سلالم هذيك، ورمضان ثاني عندنا ان شاء الله قفطه رمضان كما يديروا الناس، ومن بعد اللي يجي العيد ان شاء الله بصحه وهنا نديروا حتى العيد الاضحى نجمعوا سمو الاضحيه، وعندنا بزاف نشاطات. شكرا لكم جغلول عدنان رئيس جمعيه تشيج ديال الخير، نورتنا بحضورك. الله يسلمكم، شكرا. يعطيك الصحه ايت حموا مقران عضو بجمعيه تشيج ديال الخير. شكرا. نتمنى انه الكل يتواصل مع هذه الجمعيه ويتواصل مع كل شبابنا الذي يسعى من اجل فعل الخير ومد جسور المحبه والتواصل بين كل المحتاجين والاشخاص اللي يبحثوا انهم يفعلوا الخير. مشاهدينا مكملين في محطاتنا وفقراتنا، رايحين على رحله سفر الى فيينا نتعرفوا عليها عن قرب وراجعين. تفضلوا.